هذا الملك المطعم اللي تقيمه ومؤسسة وقف الواقفين، كان لوقف الواقفين بهذا المشروع أنا أعتقد وقفة ممتازة فيما يتصل باختيار الشرائح التي تستحق أن نقف أمامها، يعني مثلا من الأمراض النفسية، الجذام، وسكن الطالبات في جامعة تعز. أنا أعتقد هذه الشرائح من الأهمية بمكان أن ننظر لها نظرة مميزة فيما يتصل بالخدمات التي تقدم لها. هذا المطعم سوف يقدم عدد كبير من الوجبات الموجودة لهذه السكن الطالبات ومركز ومستشفى الجذام ومستشفى الأمراض النفسية. نحن نتمنى أن تكون نظرة المنظمات بهذه النظرة الثاقبة فيما يتصل أين الاحتياجات المجتمع الذي المجتمع التي نحن قادرين أن نقدم لها خدمات. نحن نتمنى نظرنا لهذا اليوم، نحن داخل المطعم نظرنا للخدمات الموجودة، نظافة ممتازة بدرجة، لكن نحن ما نطلب من الإخوة في المنظمة إنه استمرارية الجاهزية التي شاهدناها اليوم. نحن حقيقة مشكلتنا استمرارية الأداء فيما نعمله بابتداء وانتهاء. هم واعدين بأنه هذا المشروع هو برنامج التغذية واحد ولمدة 3 سنوات، وسوف يكون هناك في برنامج تغذية 2 يكمل 3 سنوات. نحن نتمنى أن تتوسع شريحة المستفيدين من هذا البرنامج حتى يستفيد أكبر عدد من المجتمع مثل هذه المشاريع الفعلا حيوية. وشكرا للمنظمة، شكرا جزيلا. سعداء اليوم بافتتاح أول مشروع إنساني يعمل بنظام إدارة الجودة الشاملة من خلال السيطرة الكاملة للعمليات. هذا المشروع الذي يقدم هو عبارة عن مطبخ مجهز بأحدث التقنيات لتقديم وجبات لسكن الجامعي للطالبات في جامعة تعز ومستشفى الجذام والأمراض النفسية والعصبية. يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع يومياً وبشكل مجاني قرابة من 700 إلى 800 طالب ومريض وكادر من الكوادر الموجودة في هذه المؤسسات المستهدفة كمرحلة أولى. من اسم المطعم الذي مولته مؤسسة جمعية علماء المسلمين في جنوب أفريقيا وكانت كريمة، من الاسم هذا الذي أطلقنا عليه مركز التغذية رقم 1 هو لإطلاق سلسلة من هذه المشاريع المستدامة التي تهتم بعملية تطوير التعليم والصحة، باعتبار أن التعليم وتطويره هو الحل أو المفتاح لحل كل مشاكل أي بلد يعاني من مشكلات في التنمية. نتمنى من الجميع أن يستفيدوا من هذا المشروع، ونشكر كل من ساهم وتعاون معنا ولا سيما رئاسة جامعة تعز التي وفرت لنا هذا المكان وقدمت لنا دعم كثير في الحصول عليه. ونتمنى أن يكون هذا المشروع هو نواة لسلسلة كما قلنا من المشاريع القادمة والذي يستفيد منه شرائح أكثر. ونحن سعداء اليوم بتدشين هذا المشروع الذي سيقدم 6 وجبات مختلفة من اعتبارا من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع، وبطريقة مجانية وعبر صحون وخاصة صديقة للبيئة بحيث لا يوجد أي مخلفات للبلاستيك من هذا المطعم. مؤسسة وقف الواقفين لها أكثر من عمل داخل الجامعة. كان العمل الأول هو السلال الغذائية للموظفين والأكاديميين، وكذلك وجود السلال الغذائية للسكن الجامعي. وهناك كمان مشروع العربات المتحركة للعيادات الطبية في جميع الكليات ومراكز الجامعة. وكان لديهم مشروع كسوة لأبناء الجامعة بشكل عام، ومشروع المياه لسكن الطالبات. وكذلك هذا المشروع العملاق اللي هو اليوم نفتتحه المطبخ رقم 1 الذي سيقوم بحوالي 200 وجبة لسكن الطالبات. وكذلك هذا المشروع باستثناء إلى خارج الجامعة للأمراض النفسية وأمراض الجذام.